السلام عليكم. كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته، ويحظر التعذيب جسديا أو نفسيا أو معنويا، ويحظر القصر على الاعتراف أثناء التحقيقات. وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. هكذا تقول المادة 48 من الدستور اليمني النافذ. أما اتفاقية مناهضة التعذيب فتعرف التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه. لكن المواطن اليمني شوقي الجبلي سجن طوال عام كامل في سجون تابعة لجماعة الحوثيين في الحديدة، وواجه في السجن أهوالا من التعذيب وسوء المعاملة. نشاهد القصة في هذا الفيلم ثم نعود. هذا الحمد لله بخيرين ولا بحنا شيء، ان شاء الله وصلنا وانتقت معرك. خلاص احنا الان عند عمامك، عند عمك متعب، عند عمك ماجد، والان احنا الحمد لله بخير. الله يحفظك، لا تزعلش. خلاص كل الحمد لله بابا، كل الحمد لله. يلا كل سمعنا. انا اسمي شوقي علي جبلي شمهان، من ابناء قريه معود عزله بني شمهان ناحيه الحجيله محافظه الحديده. كنا نعيش في سلام وفي امان وفي استقرار، كنا نقترب لدى السعوديه أعمال حرة. عندما خرجنا من السعودية وصارت الأزمة فدخلت عصابات الميليشيات إلى بلادنا واستوطنت في بلادنا ودمرت ما كان حلو في بلادنا. الأخواني كلهم سافروا طبعا من البلاد إلى مأرب هروبا منهم ومن أعمالهم القذرة. فأنا ظليت في البلاد وجلست في البلاد حتى كانوا يهددوننا أنهم بيقتلونا أو بيسجنوننا إذ لم أسلم لهم الدكتور متعب أو ماجد الجبلي، هؤلاء أخواني. فأنا كنت أقول لهم ما لي دخل فيهم. أجولي في يوم من الأيام واستدعونا وطلبوا مني أن أحضر إلى قسم الحوثة في مدينة عبال. وعندما وصلت مدينة عبال أودعوني في السجن مدة 5 أيام، وكان فيها الإهانة الكبيرة لي، حيث كنت أتلطم وأنضرب ويشتوني أعترف بأشياء لم تكن لدي، حيث أن المحقق المدعي أبو حورية كان يربط على عيني ويلبس يدي كلبشتين ويوضعهم خلف ظهري ويسجلوا تحقيق، وأنا لم أعترف بأي شيء لأن ما عندي أي شيء أصلا. أول شيء فعلوا فينا، صارت عندنا أمراض نفسية فيا وفي أسرتي، في والدتي الله يحفظها ويطول في عمرها، وفي زوجتي الله يسعدها. تعذبنا أشد العذاب، ومن ثم نقلوني من باجل إلى منطقة الحديدة، إلى محافظة الحديدة، وكان في القلعة. أوضعونا في غرفة يسمى المتحف، كنا نأكل إحنا والفيران. البول ممنوع علينا إلا في في 24 ساعة 5 دقائق فقط. صار عندنا احتباس في البول، صار عندنا سوء هضم من سوء التغذية اللي كان يعطونا إياه. يعطونا وجبة نصوم يومين بلا أكل، أو يعطونا نص وجبة يقولوا خلاص يكفيك اليوم الثاني، يعطونا أكل من أجل لا نموت. في يوم من الأيام دخل علي القى مشرفهم، مشرف المحافظة كان اسمها أبو علي الكحلاني. توصلت إليه قلت له أنا لا يوجد لدي أي قضية، وأنا إنسان بريء، وأنا إنسان صاحب أسرة، اطلعوني إليهم. فما كان منه إلا أن قال قيدوه 4 أيام يكون يوقف على أرجله ولا يجلس، وإذا جلس أجلدوه، وإذا فكان يعطونا الماء، الماء كان يشربه مالح من ماء البحر. طبعا صار بعدها أحالوني إلى لجنة التحقيق، ما أدري إيش يسموها، فكان إذا ما اعترفت بأي كلمة يشتهوهم كان يعطوني أبقاص، كسروا أضرسي كامل الجهة اليسرى، الجهة اليمين، وكسروا 2 من اليسار، وكسروا أنفي. مرضت أنا وتعبت من سوء التغذية من الحالة اللي كنت فيها، وكنت أخاف على أسرتي، وكنت خايف على نفسي من الموت، لأن كنت أشاهد الموت في اليوم 100 مرة.
وكان أهلي إذا جاءوا يزوروني إلى السجن ينكرونهم ويقولوا لهم شوقي غير موجود، أو إن شوقي ضربه صاروخ، أو أن شوقي صار في مكان الفلاني وضربه الصاروخ، فدخلوا فيهم أمراض نفسية، فصارت زوجتي مثل المجنونة، وصارت أمي تبكي صبح وليل، وصار أطفالي ما ذنبهم هؤلاء الأطفال، ما ذنبهم هذه البنت اسمها عصالة بنتي طبعا، كان يبكوا صبح وليل علي على فراقي لهم، وين أبونا وين أبونا، أبوكم ضربته الطائرة، أبوكم توفى، أبوكم مات. وإذا كنت أسألهم عن أسرتي يقولوا لي ضربها صاروخ، أسرتك كلها ضربها صاروخ وتوفت. فصرت في حالة من الجنون، من الهستيريا، من الحرب النفسية التي كانوا يديرونها لنا. ممنوع علينا رسائل، ممنوع علينا أي مقولات من برا من خارج، إذا ممنوع علينا حتى الفلوس، دخول الفلوس علينا، أنفونا يعني أخفونا إخفاء تام تام، لا اتصالات لا مواصلات لا رسائل لا فلوس لا 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 إلى آخره. أحرمونا من كل حاجة حلوة، أحرمونا من كل حاجة حلوة، من الأهل، من المال، من الاتصال، من المواصلات. كان تأتينا في القلعة، كان لا تأتي ولا لجنة، وعندما وصلنا منطقة سجن حنيشة، هذا سجن، كانت تجينا لجان، وكان السجناء طبعا كل واحد كل فرد مننا يريد أن يتكلم عن نفسه، يعني يشكي حالته من أجل يساعدوه في الخروج. فقررنا أن نسوي لجنة مكونة من 3 أشخاص، كان من ضمنها يحيى هيج مسؤول اللجنة، وعضوي عبد نور الدين المزرية، ومن أجل يكون مندوب عن ما بين السجناء وعصابات الحوثة أو الحوثة. فكان نور الدين يوم دخل علينا، أو اسمه هذا المشرف أبو معتز، لقي فرد من السجناء صبح عليه، صباح الخير يا أبو معتز، قال يا صباح زب الحمار، ودخل معه سلك لي كابل كهربائي، وأراد أن يضرب نور الدين، وأراد أن يضرب نور الدين مزرية، فسحبنا نور الدين عنه من أجل لا يأخذه، وصارت مشكلة. كان منهم 2 شخصين اللي هو أبو معتز، واحد عليه من الأمن المركزي، الأمن المركزي وصل أيدينا وضربناه وفكينا، وبالنسبة لأبو معتز أخذ السلاح وأطلق علينا 4 رصاصات حية، الرصاصة الأولى ذهبت إلى السقف ونزلت على رأس نور الدين مزرية، شظية منها أخرجوها في المستشفى، وشظية ما زالت لحد الآن، وعند التحقيق كسروا أصابعه هذا نور مزرية. وبالنسبة الرصاصة الثانية، طبعا 4 رصاصات تكلمت، الرصاصة الثانية في كان عندنا أستاذ اسمه محمد حسن قادري أو ما شابه اسمه، قد أنا ناسي لأنه من يوم خرج صارت عندي فقدان ذاكرة من السجنة، فدخلت في يده قطعت الوريد. وكان عندنا واحد مسجون من حجة اسمه بدر على ما أعتقد والله أعلم، دخلت في كليته، مزقت كليته اليمنى، والرصاصة الثالثة قطعت رجل كاحل، رجل واحد السجناء اسمه أحمد من نفسه كذلك من حجة. أنا وأخواني وزملائي واظبنا على الصلاة، واظبنا على الأعمال الطيبة، واظبنا على الأخوة والترابط فيما بيننا داخل السجن، كنا نصلي السحر وكنا ندعي ربي ونبتهل ونبكي نقول يا الله يا الله، فالله استجب لي دعوتي، واستجب لأمي، واستجب لأبي الذين كانوا يدعوا لي، وكنت أحس بدعائهم لي، فكان هذا سبب ما في خروجي. فمرت في ذلك اليوم قبل ما أخرج بيومين، فمرت مرض شديد جدا، حتى أنا عندي قبل ما أدخل السجن كان عندي الكبد، وتضاعف الكبد من أكولاتهم، فطلبت منهم العلاج، الخروج للعلاج، لأن كنت أقذف دم، والله كنت أقذف دم وأبول دم وأتبرز دم، فصارت حالتي أسوأ إلى أسوأ، حتى يوم أشرفت على الهلاك استدعيت، وكان الفضل الدكتورة فاروق استدعى لي أبو أكرم الشرفي المشرف من أنصار الله من الحوثة، قال شوق الجبل اللي بيموت لازم تسعفوه، وسعفوني، وصار عندي
تضاعف المرض، اعطوني علاج لم يشفيني ولم وقالوا وذهبوا بي الى مستشفى العسكري لان كان صار عندي شبه جلطه، اشلت برجلي اليسار، جهتي اليسرى كامل، الفخذ والساق، و خافوا من ذا الشيء وقالوا خلاص، طلب منهم الدكتور اما انكم تعالجوه او تخارجوه. قالوا له كيف نخارجه كيف نعالجه؟ قالوا تجيبوا له دكتور مخ واعصاب او دكتور عظام. فكان لا يوجد لديهم دكتور عظام او مخ واعصاب، وكانت حالتهم سيئه جدا. اشياء كثيره لا نقدر ان نذكرها ولا نحصيها كثيرا، ولكن هذا الشيئين الوحيدين هي دعاء الوالدين، وهذا المرض كان السبب الكبير في خروجي من السجن. وعندما خرجت من السجن قالوا خلاص نخرجك من السجن يا شوقي، وانت تروح عالج نفسك، ونرجو منك ان تجيب لنا كلمه شكر لقائدهم سيدهم عبد الملك الحوثي على وقفته الكريمه واعفائك في يوم المولد النبوي على حسب كلامهم، وانك من اصحاب الاخلاق الطيبه داخل السجن ولا يوجد لديك اي ملاحظات. وبفضل الله تم خروجي. ويوم خرجت انا طبعا لي 12 شهر يعني 360 يوم لم اتصل باهلي ولم اعرف كيفهم، هل هم بخيرين؟ هل وعندما اعطاني المشرف الجوال قال لي اتصل باهلك. قلت له اتصل بمن؟ انا خايف يقول لي فلان مات او فلان. قلت انت اهلي ماتوا؟ قال لي اتصل بس. اتصلت كان لا يوجد لدي اي رقم اذكره، حتى صارت الذاكره ضعيفه. ما ذكرت الا رقم اخي الله يحفظه الاخ طارق، اعطاني رقمه واتصلت به. قلت له الاهل كلهم بخير؟ قال لي الحمد لله كلهم بخير. اتصلت فيه قلت له اعطيني رقم اهل البيت، اخذت رقم اهل البيت اتصلت، وكان اول سؤال ما اقول لهم، ما قلت لهم كيف حالكم، قلت هل ميت؟ هل في ميت؟ هل في ما الاهل كلهم بخير؟ وبعدين ذكرت قلت كيف حالكم الان؟ انتم بخير؟ الكل بخير، اهلي بخير، الناس بخير، البلاد بخير؟ قال الحمد لله. فقمت ابكي، ابكي من الفرح وابكي من العلم اللي فارقت اخواني وزملائي في السجن. فربي ان شاء الله نسال ان يخرجهم اجمعين كما اخرجني، ويفرحهم كما افرحني، ويسعدهم كما اسعدني باهلي واخواني واحبتي اجمعين. انسان شايب عمره 70 سنه او ما يتعدى 70 سنه اسمع لي مستور، ما عنده أي قضية. اعتقلوه ليش معاه يوجد لديه سلاح، سلاحه الشخصي، واتهموه إنه عنده أسلحة من الشرعية، وإنه عنده. قصوا جميع أظافره، قطعوها تقطيع بالزرادية بالكباشة الكماشة. كذلك معنا الدكتور فاروق بعكر. الدكتور فاروق كان يعالجنا جزاه الله خير في السجن، وكان إنسان مستقيم مهتدي، وكذلك الأخوة اللي كانوا كلهم هناك ما شاء الله مهتدين. فالأخ هذا كان قضيته إنه عالج مواطن عسكري من الشرعية قبل عام، قبل عامين، الآن لي عام في داخل السجن وهو عالج قبل عامين. فقام المريض والحمد لله شفاه الله من الألم اللي حل به، من الألم اللي حل به. وعندما شفي الآدمي وذهب إلى أهله بعد سنة، مرور سنة كاملة، استدعى الدكتور فاروق وحبسه على هذه الذمة. فكانوا يعذبوه، دخلوه في الضغاطة، عندهم ضغاطة يدخلوك فيها مكان ظلام لا تشوف يدك إذا قربتها مقدار سنتي واحد متر من وجهك من عينيك لا تشوفها، طولها نص متر، العرض 50 نص متر كذلك. فهذه يسمى ضغاطة، جلسوا فيها تقريبا ما يقارب 50 يوم، الأكل وجبة واحدة في اليوم، الله يكرمكم، القضاء الحاجة على ملابسه وعلى نفسه. فقضايا كثيرة كثيرة أشرح وأنسى مين، أذكر مين وأنسى مين. فنسأل الله أن مثل ما أخرجنا من ذاك المكان أن يخرجهم. كذلك أوجه كلمة إلى القائمين بمسماهم الآن أنصار الله، إذا عندهم مروة وإيمان صادق، البقية اللي الآن الذين يبقون في السجن أرجوكم وأترجاكم فكوهم من أسرهم، يا ما وراهم أسر، يا ما إنسان
يا ما شخص من هؤلاء السجناء يأكل أسر على ماهي. لماذا تحتجزوهم؟ ما ذنبهم؟ ماذا اقترفوا؟ ماذا عملوا؟ ليس لديهم أي قضايا. وأطالب الحقوق الإنسانية، منظمات الحقوق الإنسانية جميع مسماتها، أن تنظر لهؤلاء الذين في سجن حنيش، بمحافظة الحديدة، أن لا يوجد لديهم أي قضية، وإنما هم أسرى أخذوهم من بيوتهم، من أسواقهم، من مساجدهم، لا يرتكبون أي جريمة. يعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم، ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها. وهذا هو نص الفقرة الأخيرة من المادة 48 في الدستور اليمني النافذ. والسقوط بالتقادم معناه أن بعض القضايا يسقط حق صاحبها في مقاضاة خصمه إذا مرت مدة معينة على حدوث الفعل أو العلم بحدوثه، لكن جرائم التعذيب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم أبدا، أي أن للمتضرر من التعذيب الحق في مقاضاة معذبيه ولو بعد 100 سنة، ولا يحق لأي منهم تبرير التعذيب بأنهم كانوا ينفذون أوامر سلطات أعلى منهم أو ما شابه. مشاهدينا الكرام، المختطفون والمخفيون قسريا في محافظة الحديدة موضوع نقاشنا مع الصحفي والناشط الحقوقي عبد الحفيظ الحطامي، سيكون معنا عبر الهاتف بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الصحفي والناشط الحقوقي عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك سيد عبد الحفيظ. مساء الكريم لك ولطاقم البرنامج ولكافة مشاهدي قناة السويس. شاهدنا قبل قليل قصة المختطف السابق في سجون الحوثيين بمحافظة الحديدة شوقي الجبلي، وحكى عما تعرض له مواطنين أبرياء من تعذيب في هذه السجون. ما هي المعلومات التي لديكم عن السجون في محافظة الحديدة؟ نعم أخي الكريم، إضافة محافظة الحديدة لم يكن ينقصها سجون، كانت هناك العديد من السجون في المديريات وفي مدينة الحديدة أقامها النظام السابق، وجاءت ميليشيا الحوثي وأضافت إلى تلك المنجزات منجزات سوداء جديدة، وتتمثل ب 75 سجنا خاصة في منازل الملاحقين، في مؤسسات حكومية، في مزارع، في العديد من المنشآت التي كانت حيوية وللأسف في ميليشيا. حتى المتاحف والأماكن التراثية مثل قلعة القشلة على شاطئ مدينة الحديدة تحول إلى السجن الأكبر في المحافظة، أليس كذلك؟ نعم أخي الكريم، قلعة الكورنيش الشهيرة وسيئة الصيف للأسف الشديد في 3 سنوات الماضية، حيث صارت معتقلا رهيبا للأحرار من أبناء محافظة الحديدة، كذلك قلعة البيت الفخيم، إضافة إلى المزارع في شمال مدينة الحديدة وجنوب مدينة الحديدة، حولتها ميليشيات الحوثي أيضا إلى سجون خاصة تمارس فيها أبشع أنواع التنكيل بحق الإنسانية، بحق أبناء محافظة الحديدة. هناك صور مروعة التقيت بعدد من المختطفين الذين تم مقايضتهم بأثناء تبادل بين ميليشيات الحوثي والجيش الوطني، التقيت بعدد منهم، رووا أخي الكريم أشياء مروعة
ومخيفه واصبت عار في جبين الانسانيه اذا ما استمرت المنظمات الحقوقيه والمجلس الامن والمنظمات التابعه لهيئه الامم المتحده صامته اذا ما يحدث في محافظه الحديده. اخي الكريم، هناك اربعه من المختطفين، طبعا ساتحدث عن سبعه من المختطفين تم اعدامهم. قبل أن نخوض في تفاصيل بعض المختطفين، هل هناك تقدير لعدد المعتقلين اجمالا في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثيين في الحديده، يعني عدد اجمالي؟ نعم اخي الكريم، طبعا هناك 75 سجنا كما قلنا استحدثت ميليشيا الحوثي اضافه الى 17 اداره امن في محافظه الحديده في مديرياتها، اضافه يعني عدد المختطفين الذين تم اختطافهم منذ الثلاث سنوات الماضيه وحتى هذه الاثناء 2500 مختطف. طبعا حصل افراج عن بعضهم ومقايضه بعضهم اضافه الى الافراج عن اخرين بدفع اموال المتبقي حصيله ما تبقى، ولا يزال هؤلاء مختطفون ومغيبون قسريا منذ ثلاث سنوات، ما يقارب 400 مختطف. هؤلاء لا يزال مختطفون ومغيبون ويتعرضون لاشد انواع التنكيل والتعذيب من قبل ميليشيات الحوثي في عدد. ما هي التهم التي يختطف ويخفى بموجبها هؤلاء؟ أخي الكريم، لا تهم لهؤلاء سوى تلفيق من إعادة الميليشيا الحوثية لفت، قد تهم بأن هؤلاء خونة، بأن هؤلاء يعني الدواعش، بأن هؤلاء يعني يؤيدون العدوان، وايضا تلبس عليهم فبركات اعلاميه وتنشرها في وسائلها الاعلاميه المتعدده تحت التعذيب، تنتزع منهم اعترافات للاسف الشديد غير صحيحه، لان معظم اخي الكريم هؤلاء المختطفون هم قاده مؤسسات مجتمع مدني، هم معلمون، هم موجهون، هم اطباء، هم اساتذه الجامعه، هم طلاب، هم شباب ثوره. هؤلاء اخي الكريم، اذا المهن نوعيه لغالبيه المعتقلين كما تفضلت. نعم اخي الكريم، من مختلف شرائح المجتمع، اتهام المزارعين ومعلمين وصيادين وعمال وتجار وغيرهم من مختلف الشرائح المجتمعيه. نعم، قطعتك قبل قليل وانت كنت تنوي الحديث عن حالات تفصيليه لهؤلاء المعتقلين، هل تفضلت بشرح هذه الحالات؟ نعم اخي الكريم، هناك تعذيب حتى الموت كما حدث لاكثر من 7 حالات وفاه تحت التعذيب في سجون محافظه الحديده التابعه لميليشيات الحوثي والمخلوع، واضافه اخي الكريم الى عمليات منع الدواء عنهم، اضافه الى عمليه التعليق، الصاق بالكهرباء، الاربعه الذي تحدثت قبل قليل عنهم باني التقيتهم شخصيا، هؤلاء اخي الكريم تم ضربهم وتعذيبهم على اجهزتهم التناسليه حتى فقدوا يعني فقدوا الاحساس باجهزه تناسلهم، يعني فقدوا في هذه المناطق الحساسه حتى تم تعطيلهم. يعني نعم اخي الكريم، لا يستطيع يعني لم يعد لديهم قدره على وهم بعضهم متزوجين اخي الكريم، هناك ماساه صراحه، لا يستطيع هؤلاء ان يتحدثوا وان يبوحوا لوسائل الاعلام بما حدث لهم. اخي الكريم، هناك من خلعت يده نتيجه التعليق لمده 48 ساعه، هناك شباته داخل قلعه الكورنيش يتم الضغط فيها في اشد شهور السنه حراره داخل حفر يعني قطرها متر في متر، ويتم ضغطها على السجين حتى يتم الاعتراف وانتزاع اعترافه بالقوه، اضافه اخي الكريم الى ان بعضهم تتركوا الدروع البشرية كما حدث في السجن الزيدية، كما حدث في مزرعة في مفرق الصليف، وهناك العشرات من القتلى والجرحى بسبب تعمد ميليشيات الحوثي والزج بهم في مناطق حساسة ومناطق يعني مخازن أسلحة وذخيرة. نعم، إذن صورة أكثر من مأساوية نقلتها لنا عن حال المختطفين والمخفيين قسريا في سجون الميليشيا الحوثية. هذا يقودنا للسؤال عن المنظمات، هل هناك منظمات حقوقية حاولت تقديم مساعدة قانونية أو إنسانية لهؤلاء المختطفين؟ أخي للأسف الشديد لم تصل إلى محافظة الحديدة والإطلاع على أوضاع المختطفين، بالذات المختطفين في سجن حنين سيء الصيف الذي يعد فيه المختطفون وأطلق عليهم الرصاص نتيجة رفضهم لعمل منع الطعام، وأصيب بعضهم بالجرب نتيجة عدم متوفر المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى استخدامهم المياه المالحة، وبالتالي أخي الكريم زارتهم بعض المنظمات المحسوبة على ميليشيات الحوثي، وللأسف الشديد
لم تراعي حتى أدنى الجوانب المهنية في عزل المرضى، في توفير الطعام، في توفير المياه الصالحة للشرب. للأسف الشديد لا يزال هناك المئات من المستضعفين في عدد من هذه السجون يرجحون تحت عمليات التعذيب، ولم تجرهم هذه المنظمات الحقوقية، ولا يستطيع أيضا الحقوقيين ولا حتى المحامون أن يترفعوا عن هؤلاء. هؤلاء يا أخي الكريم معزولون تماما عن الحياة المجتمعية، معزولون عن الحياة تماما في محافظة الحديدة، فلا تذهب إليهم المنظمات الحقوقية ولا يجرهم ولا تجرهم يعني وسائل الإعلام ولا فيس ولا يصل إليهم حتى المحامون. نعم. وكيف يقيم دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص قضايا الاعتقال والتعذيب في محافظة الحديدة؟ هل لهم أي مبادرات أو هل تم تقييد بعض الحالات لديهم؟ بحسب ما سمعت أنه يتم التواصل مع بعض المفرج عنهم برواية ما الذي يحدث في سجون محافظة الحديدة وهي قليلة، وحتى الذين خرجوا أخي الكريم لا يستطيع يعني يبوحوا بكل ما لديهم لأنهم كتبوا تعهدات ظهروا في وسائل الإعلام سيتعرض أهاليهم، وحتى من نجا منهم وغادر محافظة الحديدة سيتعرض أطفاله وأبنائه وأقاربه وجيرانه للتعذيب والاختطاف كما حصل في كثير من الحالات التي في مديرية باجل في مدينة الحديدة في مديرية الضحي. عوقب الأبناء وعوقب الآباء وسجن بل اقتحمت المنازل ونهبت المنازل بسبب أن هؤلاء تحدثوا بوسائل الإعلام أو تحدثوا مع بعض المنظمات الحقوقية. فلا تستطيع أي منظمة ما لم يحدث تحرير لمحافظة الحديدة من هذه الميليشيات، هذا الجرب الذي حل بهذه المحافظة وانتهك وروع الإنسان وانتهك أبسط الحقوق الحياتية لهذا الإنسان الإهاني الذي للأسف يرجح في سجن كبير اسمه محافظة الحديدة والتي تديره ميليشيات الحوثي. نعم. وماذا عن المنظمات الدولية، الصليب الأحمر وما شابه؟ المنظمات الدولية إذا ما أقول جاء وفد من منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، والأسف الشديد التقى بالقتلة، التقى بقيادة الميليشيات، التقى بسلطة الأمر الواقع، والأسف الشديد لم يتواصل حتى مع الجهات التي تمثل الحكومة الشرعية، ولم تسمع حتى إلى الإعلاميين ولا إلى المنظمات الحقوقية المستقلة التي بالإمكان أن تطلع هذا الفريق على ما الذي يحدث في محافظة الحديدة، ولم تنقل حتى الوضع الإنساني العام إذ أصبحت محافظة الحديدة وأبنائها. هل يعتبر هذا تقصير أيضا من جانب بعض القائمين على هذا الملف في عدم تواصلهم هم مع هذه المنظمات؟ نعم أكيد طبعا تتحمل السلطات الشرعية في عدم إيصال رسالة قوية لهذه الجهات المنظمات الحقوقية. صحيح هناك حصلت مؤتمرات صحفية في هذا الجانب، وأيضا نقلت تقارير من بعض المنظمات المستقلة، لكن للأسف الشديد لم يكن لها دوي ولم يكن لها صدى كبير لعرض مأساة المختطفين في محافظة الحديدة ومأساة أبناء قرابة 3 مليون نسمة من أبناء محافظة الحديدة يتعرضون للعقاب سياسة العقاب الجماعي من هذه الميليشيات الإجرامية. وبالتالي نجب على هذه المنظمات أن توصل رسالتها للأمم المتحدة وتطلب من الأمم المتحدة أن تساعدها بأن تؤمن لها على الأقل الوصول إلى مدينة الحديدة والاطلاع عن كثب على ما يدور في هذه السجون والمعتقلات الرهيبة التي يزلزل فيها الإنسان وتدمر حياته وآدميته الكريمة للأسف الشديد على مرأة ومسمع الأمم المتحدة وعلى مسمع ومرأة أدعياء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. لنقابة المحامين هل هناك أي دور لهم؟ مشلولة نقابة المحامين أخي الكريم هي الأخرى، لا تستطيع أن تدافع عن أي شخص يتعرض للتعذيب، ولا يستطيع أحد أن يصل إليها شكوى في ظل عملية الخنق للحقوق والحريات وحتى للمحامين الذين لم يسلموا أيضا من الاستطافات والتعذيب والضرب. وتكتفي نقابة المحامين طبعا بالإدانة بإصدار بيانات إدانة لعناصرها وأيضا القضاة الذين تعرضوا للاستطاف أو التهديد من قبل ميليشيات الحوثي. للأسف الشديد لا يستطيع لا القضاة لا المحامون أن يتحركوا في محافظة الحديدة نظرا للقبضة الأمنية الرهيبة لميليشيات الحوثي على كافة مفاصل هذه المحافظة. إذن الحديدة كباقي المحافظات التي لا زالت تقبع تحت سيطرة هذه الميليشيا الإنقلابية تعيش حالة سعار
غير مسبوقة فيما يخص الانتهاكات والاختطافات والإخفاءات القسرية للمواطنين فيها. لكن ماذا عن من خرجوا من المفرج عنهم من هؤلاء المعتقلين سيد عبد الحفيظ؟ هل يتلقون رعاية صحية من جهة ما عون قضائي عون نفسي؟ كيف تقيم حالهم بعد أن خرجوا خاصة أولئك الذين غادروا محافظة الحديدة؟ نعم أخي الكريم، من تمكنوا من الخروج ومغادرة محافظة الحديدة ومن التقينا بهم يعني صورهم مأساة يعني لا طبعا. هناك عملية قيام بعض الجهات الخيرية والجمعيات والمؤسسات الخيرية في سواء كانت في محافظة مأرب أو في محافظة عدن تقوم بمعالجة هؤلاء، والبعض تخضع هؤلاء لعلاج نفسي لأن هؤلاء تضرروا نفسيا وليس حتى جسديا فقط. هناك عاهة نفسية وإلى الانتظار إلى العاهة الجسدية. هناك من أصيب بالشلل، وهناك أيضا من فقد بعض حواسه، هناك من كسر العمود الفقري لظهره، هناك أيضا من أصيب بالاختناق وعدم ضيق التنفس، هناك من أصيب بالهلوسة والجنون. أخي الكريم، هناك مأساة في محافظة الحديدة بالنسبة للمختطفين، والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية تحاول أن ترمم ما طال هؤلاء البشر من عمليات انتهاكات مروعة أثرت على نفسياتهم وأثرت على حياتهم وأثرت أيضا على أجسادهم، والبعض أصبح منهم معاقا. إضافة أخي الكريم إلى المأساة التي داخل السجون، هناك يعني لا يسمح للمختطفين أن يسعفوا إلى المستشفيات. هناك من أصيب بالفشل الكلوي نتيجة الضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء على مناطق حساسة الكلى. هناك أخي الكريم للأسف الشديد من أصيب بالجنون ولا يزال مختطفا. هناك أنباء عن إعدام اثنين نتيجة أيضا بعد أن تم فقد عقولهم جراء التعذيب، وميليشيات الحوثي ترفض أيضا للأسف الشديد أن تسعف هؤلاء وبالتالي أعدمتهم نتيجة أن هؤلاء ستكون مأساتهم يعني لعنة عليها إلى يوم الدين. صحيح. هل من رسالة أخيرة سيد عبد الحفيظ تود أن توجهها في هذه المساحة؟ نعم أخي الكريم، أنا أدعو الحكومة الشرعية والقيادة السياسية وكل وقوات التحالف وكل من لديه علاقة بأدنى ضمير الإنسانية أن ينقذ محافظة الحديدة من هذه الميليشيات. أخي الكريم، هناك الآلاف بل عشرات الآلاف من الأسر فقدت دخلها. هناك المواطنون في الريف التهامي من يأكلون وجبة واحدة بعد أن فقدوا رواتبهم، بعد أن فقدوا أعمالهم، بعد أن فقدوا العمل في الزراعة والاصطياد نتيجة السوق السوداء للوقود. وبالتالي أخي الكريم، هناك مناشدة للمنظمات الحقوقية لمجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة أن تتجه إلى محافظة الحديدة، إما أن تقيم عليها إدارة مستقلة لإدارة الشؤون الإنسانية في هذه المحافظة المنتهكة، أو أن قوات التحالف والقيادة السياسية والحكومة الشرعية تهب لنجلة أبناء محافظة الحديدة بحيث تحررها من هذا الجرب الذي حل عليها وهذه الميليشيات التي للأسف الشديد أغتالت الحياة السوية والكريمة في محافظة الحديدة على امتداد 3 سنوات. وإن استمرت هذه الميليشيات في السيطرة على هذه المحافظة فإن قرابة 3 مليون نسمة من أبناء محافظة الحديدة مهددون بالموت جوعا وتعذيبا وقصبا وقتلا في هذه المحافظة المنكوبة. إذن الصحفي والناشط الحقوقي عبد الحفيظ الحطامي، وصلت رسالتك، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المعتقل المحرر شوقي الجبلي تم الرصد، في أمان الله.